اسمه اسمه السلام عليكم ورحمة الله. الزول في اللون سيغي ما قلنا تديان تسقي أد نكمل أين يعني الشغل تسرسيدي ثمور تنغى ثمي اللي ثنت مقلا ساني تلحق ثاني مقلا أشورة تخدم أشورة تخميمة تخدم قمشواري أرزدث أطاسي سقسي ناس ما يسمثن أين يعني إسقريون للديفي انت المقلا أين يعني وقدو تمورث أين يعني أوزافو تمورث وقيد سقسي نكرة نسقسي أو دنيني إلي تي كذناغ أقل غد نسقسي موسنا ونسرسيت أريلي ني كذناغ أن دلوغانا الستيديو كذناغ اللاك مثنا عبد الحميد حميس أسيني السلام عليكم أزول في لك سي حميد السلام محمد أقمثنا ثولاذا شو قدران ثلاثي مليلي ثلو الديجواني قدران نجمع دوكي كافرن شخصيات تمورث او مام طون لان وقادا دي تسقسيني نايك ثان ما قلاقي تنسيقياقي اثنا تكشم قفري ذان دار ثافة تصل العراقيل يا دي ديفي وكذا الشعب الناغ دي ديفي وكذا الوزافو لو بوفوار او مام طون يا دي ديفي على الانتيريور تنسيقيا المام يا هل طارق مثلا حميد تولي ديفي كي نزمر هذا نقص راسها كي في اللسن انوالي ادنفذو سلو ديفي انترن يا هل طارق ثان ما لازم رسقيم تشوفها لنوايوني لنوايوني ان با با يتر انفلتري لنوايوني وتروزونا راه خطر تملي لي تاكام كي درنا نوكي مسناوني دي ساولن تيمنين ثلاثي ماركي التاريخ ماركي امازرو الحاج العالي دنان مجمع نوكي كابرن ام كي تواليض كل يوم جا لي زيد ايديولوجي كي نصر الريف يساد باش هذه خمم فوق دودو الجزائري. بارك الله فيك امح وكين وكيد سقسين كسان الوزن ام قران كسان المعنى ثم قرات امين الساكين اما كن نوالان كوني السنين الثلاثه غنجموا يقدران دي الجزائر ذا نجموا ام زوارون محمد يقدران دي تمورث النار يعني ذا نجموا ام زوارون يدي جمان ويقاد يقلان يعني وتمسفهم نارا زيكنين السبا كل يوم يسا السباس ولكن نجمو ياكين يتصوض ارمي اثني ديبوين ارمي قيمن قيوث الطبلة ارمي قيمن يعني قيون مكان ان دار هضرا وذ قدشن وسقرشن يعني ارفن في الحل المحنة ديال تايشين الجزائر ولكن يغيم ياكي قيمن صافي با دير محمد بلي ايمي قيمن السنين الثلاثه حاب يقول شغل الانسان يكفى ذاين كل يوم هذا يروح خميس ثورا يزن ديفان الخدمه ثم قراد ثورا يقلا قد خدمن الخدمه ندوي قرض تصن وري لا قرا سنين نستافو ثورا الخدمه ثم قراد وان شاء الله محمد هذه اللي ندوي كاذني اكس خميما باش كني اذجمان بوي راسن باش كني اذقمنا كي نجمان اذقمنا كي توحدن باش تكملن اذلحون ارسن دا يبغانا الصيودن. بارك الله فيك حميد يوسين اد انفكي ام زوارو النغ قمتنا حمو مرزوق السلام عليكم الزول في لك قما الزول في لك قما غير في الاول السلام عليكم مرزوق نفاك انا كي نسقسي قما ما تحضر دي 8 لتر اللي قدر لو دي جوان ما تناحمو حضر اي والله كنا نتوارد الدولي كنا نسوي لنا غد نغلي لي سجين لي ديفران دي دي جوا ان داون نتقدم سينا ونتقدم مغردا غص لي لي سجين على كوردينياسيون اقمثنا حمو ام كانت قيم ثملي لي ثاقي اين يعني تسر سيث خطر التصدي تمسلين فوف الدل نصح فوف الدل تيدي التغيير الحقيقي ماذا بك تفكض تقييم منك نا ليفاليواسيون نك بارابور الميتين كاكما تزوار كذا قد مني ثملي لي ثاقي مقارن ثملي لي سيث نات يشمن القمزرو من الدير 56 الكونغير لصمم أمير سجير أن دام لنا كل غشين اسم خلف أنت مغلين سنة كل ديولوجين سنة قيمنا الله يجيو في الطبلة أكين يجيو في الطبلة عن تجمات يجيو في الطبلة يجي يشمن كل أرى وانت مهن الدير اسم مقولن أرى وانت مهن الدير اسم والين أن دانيفون نيشا ورمل النراء ورمل النراء لا مقيم نغلسين مير سجير الله يمزقاد نكسيرا بلي زمار يجيو في دلسمون الدير ماشي غير قاد مستعمل ويا ليون اللي ساسي ماني سلقى اللي زوير نيس نتموت الدزاير بقي قبل نتموت الدزاير وقبل كلشي وقبل قرسين وقبل قبل سي سرانين وقبل كلشي غير لقى ساقي كل لقى بقيمان ارزم بلي الدزاير ساقي تحوج راويس لكن يبغوا يلم خلاصا
يشاف عن تاسيس مخالفة تويتر صغير تاني إني الحاجة إدي فرار مسابيا إذا إذنيف دمون الزاير أقمتنا حمو تنسيق يديث مليلي تقيد فقد سحداش انتو نقيطين إمي مقارن التوصيات مولا شو غيلي فأرجوزي ميكانيكا كي عاد فكض الحاجة إقس عنا زال أن يعني التوصيات تقيد فقد تنسيق يسيس في حداش تنقيطين قيد فقد يدفق من جماعة سنين مدن مسلاك نكوني على شو إلان مدن نكوني إلى قنصة إلى قاعدة كنت مزوق في إيران زان اسمه الجيال يلي شذر انت ستجي قوز اللي بيرس انتجي قد سنك سارين سن وواد سوسات المشاورة تنشجي وقتريز انبورتو مشا نكوني بينا نبلان إلى قنان لفشي تنيس من مام لفشي تشيفي لقا تسكي يرا وانتي كلتاجي أخط لفشي تشيفي لدغنير زن التاس دغنير فزرع إلى فزرع في كم ريم زنان في كم لي سيتويان لي تدغاس سي ان بروجي بوليتيك مشا تخدم لي سانديكا لي نمال تخدم لي سيتويان تخدم بطاس الغاشي وكيف كيش نري كيف نتافي حداش نتنقي وانا ديما صغرت انت هنا اضرب بلي غيلا وسيرن في لي فنت مغلي وضغني من زمان راس نخدم هاد نفقر باش شنتي فنت مغلي قلان بلي اسال الفغال واش قرر ماشي نكون قد يخدم البروجي انا قيم كان جيرانا كل وي رحت كده تسمو زي الكسان قدوم يبنى اش قال نكوني نفغى ان سوساسة مغلية جينا غشو دي جان بلي السنة النية بلي اوفدل احقاني اقل تكينا كل غشي بالمشاورة فاشي قد فري بالناس نساسيس ما بالطلوع مثلي غينا ام سليد مثليين مغنى السنة غيشي فرن وقابي تصاني شي فرن وقابي تكاني تنسيقي قرلاش نكوني بيد مسلاق قالش نكون نخدم التنسيقيه مشاهير وندينا وريسيا اكنا في السلي الرئيس الصفية نكون اذا شو غيز وارن في الفايدة نتموه من الجاير مشاهير بس كنا الصفرح نفرح في النعمي دي المسلاقي مشا داخل النيزة غني عبرات شوية يلي وين كت مغلقة ضرب لي مخلص نتصفيري ويتم مغلوين يوني قارش لقد يغال عمي عندك فمزوخ في الجيش يوني قارش نكوني نبغى كان سيتوايا دي كال شانجمون يون داغني قارش نكوني إلا قد نسولي البيبل يوجيوز أخطى لك ما يفض ويجدو السفرين فانتا عبد المتابو في اليوني كت مغلين الضرب لي مخلص نتوك في مغلي وين تمون البداية إمير غناس النير إمير يوت كان سنيوس نتمغلي 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 فردل أكل سيستماجي نغ البوفواراجي اون بلاك ديوني لقى في توازدل ديوني لقى في خزمين فاش تاكي يتفرح ما إلا نكوني الحضارة غنية نكوني نسلية سند فيها ونتمثال نفد بلي ساموس نبدأ رساكي حوادي كيش ناس دوا سروس لغني لان شراء إمغنى سن تمثلين لان شراء كيف نرجع أقشير لكي أقشير لكي لان شراء تمثال دلسن حضران دي جاي عادي المشاورة نيوة الكوفيرنمو حضران دي غنى سن داكي صفت وقابني أقشار دا أقشار دي قابني وقابني نقص في كلمان دي راي خطا قساسي سولش أقشار دا أقشار دي هنكي بساسي في لقيونا في دمارزانا دمسلي أمقرات أشتاقي تمثال نيزن دمارزان دي أقمات ناس أجمد نصيحة مو مولا شو غيلي في إلا أجمد نصيحة مدي إفاق دي فيكو نسق سي أجمع حمو دي تزورك ديني غ مرحبا يسك يا سلامين كارنو بايقنا نكيني أسق سي وذواق يكتيني دقوالي كتيني دبلين أنجمو يجين ذا نجمو ويثين سي يعني ميد نحسب لو كونغري دو لا سومام يعني القيمة ونجمو يجين القيمة ثم قرات إمين لان كرا إمسناون لان كرا إنغماسن إثي كومباري نار لو كونغري دو لا سومام نكيني نسقسي نو ذواقي ثورا نجموا يقين يضرا دسنين ثلاثة داشو إقلق ثورا إويقا ذاقي النجمان باشاك ناذ حرب أفتا دوكلي يقين إقلان جارسن سنين ثلاثة زي خلاسقسي جارسن جمعنا الحميد إذا شو إلا قلنا كني على الجمال إلا قد إلا قد أثناء قضاء ماشي خطر اللي بمثلية النيرة محفران كني الدواليس بلين لين شراء ماذا كان سان الزعيميز من نير خطر لان دي البوفوار ونزير لان أن تشتز مازال طفل الزعيميز من نير قارن نكوني 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 نتولي إلا قيل لي ونا في ساسي من تلقى في ساسي فرني تلقى إلا قويقي لاني المشاورة فرني زرق بلين ويجي تخدم من دي المشاورة سيدي الدبلومات مثلين 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 مع بوليس عند أنت لا يسلوا لي كذا من يقل في التنسيقية قارناش نكوني ويجد يونيو يأتي بار نكوني نبغى أن نخدم كذا من يبغى أتحس شو لا بيطوماسي ما بوجه ميك حضرا لأن كذا بغان أبسا
ديني هيدين سن أكل نظام أتولي بالقارنة شلال كرا سين علي بن فليس الغمام دي الوقت دي باكي الوقت نيشن كينيا ذا ريسبونسا بالقط بالطعير ذينا أتبغى كرا أتبغى كرا كينا كرا في دين كرا نهزيش مشا عيشة ذا نيان ضرب اللي أفنا بخي أفكم في المشاورة نو من سونش لقي خدمين نكوني المشاورة اللي دين أكني وسل حال وغيالي كذر سنظر ظنات ظرف غني أن لنشرا يغفلان خطر يدي يكون يتكبر رئيس لنشرا قرنا سنة قد جرم الكونجر لصمم جرم كان بين أول نظام لقد جرم الكونجر لصمم مع المسال تاجية لنشرا قرنا سنة إذا قد تكسم خطر خدمان دون كلكام الأقاليات الناس إذا قد تكسم الأقاليات تجيل كرمة جيل أقالة مزدير في الدائرين مرة لن تكاري رتوش إجلان في البروجنين إدسكال مشا لكن دنا نسنا إذا خطر سوفان في التوسط نناش بلي أنزا وأن رزويا كسي كذرنجي نما نزا لي برسان تيني فون أكين المثلة وان سوساعة مشتاجي ذاكي كان كتمزل في سناسة مثلا المسلين إبرات شلنا نشرب على غرنا لا ود المسلين أبسط كلش الوقت لنشرب بفاسين دي الوقت مية تنسيق يجي ما نكونين ولا بسيو ولا يخنت مغلية أمكيني برسالمي ولا بسين ولا إلى هذك من المشاورة تجي وإلى قلب شمن دي لغبية أخطر البوار أجي البوار إدوا على نطاس الطاس إساء 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 أمسكني إسمتاني مليس مليح مليح ذغمي بشو نقول يظلين لنسينا أفرندد نقول ذي لنسينا ما سجل شمن دي تنسيقية يجي أكينا زكاعات الظلم إلى قد عسل من سنس البوار سيقوفرن مو بالقفوة إلا يرحمارا إذا مالا بيس خدمي كل شيء أبيس خدمي صورديين إذا مالا زكاكين بسكن سكو جابنيا أبيو غال تام مينيستر في تخمن داجتين إذا مالا زكاكين مسخد إلا قصدية تربحني في ستيجي السن أتقيم في جيمة تجيه رسن أتقيم من صوليد أبيك شمنوية إميس المحاجرة خطر ودي لبروجي إستوريس لبروجي ناسيونال ستان بروجي إستوريس ناجيري أسيدي ما تكشم دوية في الحافلة خاطر تكشم لنا الزخالك ناس في خسارك وبروجيت خاف ما بنعرفش كذا الزلام قران أسيدي ما بطوش يديون سوى زاليس يديون سوى القيميز مين انتيني محل سقضينا ولا قبلي إلا قد قيمين تدرس بوف مسال يصغر صوتك نقارب مشا إلا قد خدمين أخدم في المحافلة إيا لا خدي ما تخدمين إلا قد خدمين أطف الأحسن أطف كذا زاليون قران غطر خمكة وكا أزكا على خطر البوراجي زوشن يوعى رطفتاش ولا شو كل ما عندك السجين يا ريا غير ما كنا كنا جرنا قسم مثلا وإذا ما كنت تصنع نظرة الطوارئ دي زي شتى قلنا قبل عشرين من ستة بسنت تيجي نزور في سنة تيجي مثلا قيل قد فرنسي فرزان أخطر تيجي مثلا مولش لي مارش مودي سيغارة وجدو سيفريز أختي دي لما نقيم كان دي سالون ذنسلاي ذي مدى وتجير ذنسلاي أي شاب زي زي لقى سيجي لا سنسيبيليزاسيون وجدو زي لقى ريز أسوسيسيون المجتمع المدني لقى بزرون لقى بسيوين الغاشين المسلمين الغاشين إلا كشاف أنا جين سيرز عند مريرة ومزال في البلدية في الولايات عند ريس زنيق سيزرين يقرر في الأذيوت إلا كخدم سيرز للسنسيبيليزاسيون زرعين كنية دواء عني سيسنة كنو في الخضار أشقان سيغار سبتمبر نار أكتوبر أدن سار سيفري فات فان سيفري بصح إجمال سيغار سبتمبر أكتوبر فان سيفري وخمني جراند ماشي في ألجي ماشي قبل نشتاكي إلا خطر والله ديجا مثل والله لا نشر لايك الإسلاميست بور لا بريمي فاكي من التفكير في ديس هاكل ويسموه للزاير من نساقي لي تيليفزيون لي تيليفزيون واسا سيري سيري زريوني كتب عن سيستم ديما مقارنة شي نكوني أوتونوم أفن خدمة تتسك سكنت ديفوتون الفيس أشقا مثلا يغاد الفيس يغاد ديزا ملد دوغاني سيغاد من الشعب أشتاقي ماشي نكوني نغرب اللي غنشتاقي بها لا بريبار من الشعب أشتاقي يفرح يقرا كفن وكيلا قار لا حول ولا قوة إلا بالله في ماشي قار وكيلا تنبس حيدا وسمي في الناس الدير أعزاون يجي والله يجي ماشي لا أعزاون يجي يجي مخالفني والله في الأريون تشاتيس سمغل مشات الحدير يجي من سوزا بس يلون سمغل ينسان سيكوا الزل إلى غاشي يلون فيك سمغل شي قار سيجي بفنل قيمة طفلة زير نزير إلا موسيا مثل من الدير اسمها الضوء في مسكة اسمه أبنك مثل من الدير هذا هو يجينا للغوفرنمون للبوفوار يجون بلاص ديون بوفوار كسعني صور ذاك من النام يسعي صور دين يسعي براني يظلي لم سيرا يقول لك عندنا علي بالحاج نيش نيش اللي ولا رانا شي طاس في السن يدي روحنا ودي زوج تسعان في كلام دي 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 لا كو اي ولا لا كو دي ناسيون اي شادي كيف كي دو بوفوار اي جون بلاص يخدمنا اللي يظلي لا سردات في كلام دينا في جو ماني تو دي دي مالك حضر نوقي الخط لان ثلاثه انا الغاشي ديجا حضر ديجا نقولات المشاورات ديالنا حمد الحيه وسان دي بلي زغني الى قد زرم دغني حضر دغني والله اي نعم
سعلا مسلين مسلين تيد اسمع عبران كيني ميلغ فينا في ميلغ فينا في بناس بلدي بنين من عبا نغاس نغرا كيجي قارنا شي نكوني سمو لنا المهم سمو سن الجايات نولا نتموز كسيئي ويجابني مشاو في مديخية عند لقيبا الناس نخفوف كون أفرغا أفرغا نكيد مم علي حيا عبدونا ربدي ما سلو داي مثنا غينا ديون بول غام قراد ينيش ينيش البوفوار اكي يسكن غزالي شباب لقنا راس مسكين ينيش يسكن غزالي ران دي يديلو لندق شول بالوفان يقول تشلغان ينيش ينيش البوفوار اكي والبوفوار اكي نبيت خمطاس نخلينا شين دغنين اسكي البوفوار اكي نكوني خطر الشعار مقامنا بتأسو فاغي بسلايين في القهوة اكو بالحمامات زي اشتاقي قلن اسكي البوفوار يتعلي ميديا الساعة قص التمثال عند البوفوار اكي غطاس الحواجي زمارات انتخذت إلا قد تنسيقية يكين في الدنيا غيما إلا قد تنسيقية يكين أتخذ ما تألقي من دخل السيد سنكين أدار النيوية يمثل المحاضرة فم قرات أخطر تاكي سمسات من الجير سمسات من فم قرات يونو يزميرا بسمس في الجير السيرا ديوغان نظلين ويجيزو دا الجيرين بسيدا ما مدني بس بيدبونا ديبوندوس الجير إغلي الغاشي عصر حاجة ميملا الغاشي عن ديون بنكيني تكير قرنا سمسار قمتنا حمو قمتنا حمو تصلت يروح انا وقيل قمتنا حمو امكن دي نقمتنا حمو مرزوق ذا مشوارك ماشي ذا مشوارك سهل نقمتنا حميد ذا خطر ازفو التمورث يغالى ناد حمو احمو كيد ما اسلم مقمة اسلم كم الاوليك مرزوق نعش أجمل نعش ولي تم غرارة صحيحية يوسف تم غرارة جدا دي الموت من الجيار أشكل فيسبوك هو غادي يهول تلدات الجيريين أشكل يظلي هو أشكل ميديا غانية عشان أخذ من أشكل دنا كني زرع شوية مغارة دي مقارنة قيمة شيء صحيحية القول من شمير من يجي دين كني ولا جين شمير وقيلة عشان سواد لندي فندوس من الموت من الجيار ما هو جدي كتبعني قد شن بالسيستم جي أصلا فسنا وليش هو فنر شخص قولوا فنانك باش ناخذ من قارنا فيها كان ازمار بيدو جديد هكا كي خاطر البوفوار باش الناس ينشيون مهري ينشيون مبول من بوفوار تساكين ينش مهري مبول ينش البوفوار هكا ينش خاص ممكن شو غير تك هذه في الدري ماني في ماني هكا كي البوفوار حمد الحيخ من المشاور يوفر ما يقيد التحليل الغاشي ما يقيد ويوفر بوين دولا مجابني يبغى نخسرنا بالاسلام بوين دولا نفسنا راه ولا الديمقراطي بوين ديشي دار نفسنا راه مي باسي دي ميليتون بوين دوك بوين الغاشي وسعنا راه سي ديوال في بلا في ليستوا كامل ديال السما راه شوف نفسي راه الشعب اديني وقف نفسي راه جامي ولا انت ما كنخمس انا ديال السما ديال السما ديال مويا تاع التويلات اسيدي غني الغاشي فرحان يبقى وجد الجوهر فرحان انا شي وكيله مثلا بصح تاع مهن الجزائر الدويت اللي في سنين خاطر في البوت اللي في مهن الجزائر لي 62 اللي بوت وي هذا هو بوت يكسي اللي بوت دول يكسي اول انت وزدنا سيدي كيف بدنا نكون نيا صافي سم سيدي تملي لي سم تيكل تاعي غاتي سم بوجيف جوزني لما نسمع في الديمقراطي في السبعينات الثمانينات اكو اذا من جوز من التسعينات خاطر رجعنا طف اذا من التسعينات العشرين طف العشرين قروح طف العشرين جوز كان كذا فهمت من الدايه انا نوفي جرافي يول وجيف ديس وانا كاين في مصر في السن اكو جابك توش من الحبس سيري سبوتا كين وين يشوش من حفتي نوغا فلازيس غافي سان ديكالي إذا منك في السنة قراتي سيدر بقيت صو حركة نكا ما زيلا سير مدمون الزيال ماشان إلا خير كوري زيري مساقي سيغر الناق تغر نونير كل دي غساقي سيو نمسلاي سيو نصوفا نمسلاي أساقي الزيال تحواجي نيفيين تحواجي ندير زنين ويقارنا لكا ووتا تحواجي رقاز نبوال تحواجي تيلا حواجي تيلا وي مساقي أخطا نقاط زرغي مثنا الطفل الغاشي تحقروا لابوياجي أسيجي إذا بويجي حقارة كان يسافر التاسيس ويحقارة كان يسان ديكاليس يحقارة ديفو يحقار الشاب البيبل السيتوية أسيجي إن لك ما يليش يقارة من الضويزي خطر إذا بويجي يقارش المشورات من كون يقين إذا مش تغال بدستور إنسان شاكي تكل تدين ثمن دو يغال شاكي تكل تغال ما كني الموت دقو في النمو باش كذا نساف لي كونو ما تنمو في الزيار هذا نسام شاك اسم الله زي الشاب هذا مش أصغرون الشاب خاد من قرن الشاكي تكل أخذ من أرضي في التكاسيت فمغرى لا كونستيسيون نكون ضلبتني وجيت تنسيقية جنيس نلقسا إلا قد نلم يراود نكون قلع جيزون إلا قد نلم إلا قد خزن ما كني ما تخزن لا ديمقراطية اسمه الزيان نغاسم يفوكو وكونستر ويران ستاد
pour organiser des compétitions. Il a qu'à se donner au stade. Il a dit Manon. Après, il a dit à la montagne. Oui, il dit voilà, des recrutés, des consignes. Mais à l'armée, il a dit chère, la jeunesse, il a dit net. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il a dit la jeunesse, bon, si il me fait le pouvoir, bon, d'un choix, il m'a dit ça. Il a dit d'ailleurs, je suis de mesquine. Même pas bien, même l'environnement, je suis de famille de chute de la recherche de Noran. Ça veut dire, il a dit. Ils vont construire ce système, nous l'avons subi. C'est que je suis un peu plus jeune, je ne suis pas dans une heure, ou je ne suis pas dans une heure, je ne suis pas dans une heure. C'est que je suis dans une heure, je ne suis pas dans une heure, je ne suis pas dans une أكن يبغوني وأنت مغلي بس حزني دش مو إذا مش مزير بس حرجز دش من الحس بس حرجز نهجر عم تموت بس حرجز نرون بس حسيدا وين رون خسر وين سند أقسم تلوني جلد أقسم تلوني جوجلد أسجى أقسم تلوني جوجلد أقسم تي ما فيني كترون صباح مدي خسر وين سند من نال في ميتة في ثمان ثمانين ألف جنبني كتوش عند مون الزير أقسم جنبني يجنون على الديمقراطية موسن وأنت رجل جورناليست عمي مغنسن موسني مغنسن أسجى يا كل قند كل عقلني في فلسطين أسجي لقيني بغوي المرأي الذي سنية ما يلاعن بينك جرح من بغير نغمان مثلي أحنا تسمع ليش مش عيلا قل حسب يلي يقول القيمة الطابلة المحسس يلي يونا بيه وينا زاليس يلي يونا بيه والحقيش نكوني أسجي ما تشوف لسان دي مود ذرا ويجوف انت موثك كمان بالصح تكشمنا رتيروزين بغيرا وانا بالصح ننوق بغيرنا بالصح انت مستمرة جرنا بالصح مخالف إمي غيما ونزمير هذا ما انت مخالف انت مخالف إمي إمي تحصوا بلي نكوني ذا سمسان يبلي ذا شوف يجب انتيني سيجب يفن تمسال بصح مخالف من الديولوجي مي مسلم من الكل يكل اللي خلوني بصح نوع انت اللي زاني كتر غندي مي غلين سلام لكم حبا زير زير من الزال نكلير في الفي تخطر زير حكوني دي مغارون كوني دي مقران قاربي قاربي في مسألة هذي ممكن نحضر ونريد أن يمكن نحضر اللي ولا خسر ولا خسر مسألة من كل غشي زين 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 لو كان خير مطلدة زين 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 ويجي كان يجوان شاب شاب مسكين يصدر زين اللي responsible نيز من نفس كم البوي جرسين أن دعين ولا اللي لاقي كوفيد دي بلي إسلامي مسألة من قيمة عشان كارسين أن دعين والله وبن ويجي جونو شذر لن شرك جونو شذر مخلف الله في نقبل مسألة من والله بالحاجة ولا غوري غوري كني ولا غذا شغل ذا خلني غوري نقذ العيد نقذ العيد نقذ العيد ولا كم غرام أن دعني ظلي الزيغ اللي دايرين الناس مسلين أن دعني ظلي أنه غن سيرا لندي اللي كومب إلكتورال ني تنقشني ظلي نقيم أمي حضار بغير السن بالحاجة زيغ اللي دايرين مرة أي إذا فمي ظلي سهر ثوري جبس أخطر ذا فمي يجي خبف عن تسواركي مي ما ذا فمي يجي يونو ذا فمي وعرب يجي يقوم نقص أحد من قصة تص مش أغني كوني جو سوي كونت مش قال الندوة الأولى الندوة الثانية الندوة الثالثة الندوة ولاش أستقيل لك لا سنسيبيليزاسيون لا موبيليزاسيون سوف غاتفريل خاطر ديما خاطر كيف تسول لك ديما استاذ امراض هذا هو يجي يقول هذا هو ما تصطاش زي مشوم ينهار الكازان ينهار الكازان قمتنا حموم مرزوق وقيد للديفين يعني ان اوزافواد نوغال سو قريو نالو الديفيان يعني انو قدود ام كانت سواليد التنسيقية كي ادر لا كونفيونس نالا ماني وقدود النغ باش تداوي سافري تسرسي تاكما اي جدود يحوض سدوار لمان نعم الساقين يلاق تنسيقية كي تحق يحوض شي شوية لمان يلاق تنسيقية للدوزيام بروجي اخر من القوى بناسيونال ندوى ينز سدوار لاقا تعبر الشعب إلا قد تخدم لبلان إيكونومي إلا قد تساهمي صعبين أي جزوز يحوج لأمان يحوج تمعاش يحوج لهنا بايديك حوجي تنسيق يجي أنت مغلي إنه لو كنا بسيقوا بنتخدم من البروجي إيكونومي كثمون الزيارة دي نمشي عايش مع الشعب الدينة الدينين يبري من الشعب يسهل لك النوض رغم أي جزوز يسجد لقد ظروف الأدب ويجي يضع جزوز الديني يخطر يخزن القرن الجهل المؤسسة كنسينا محمد باركون إنيسي لبوفورا دي إلى أن ستورك من الجهل المؤسسة دي أخطر سجي يخزن دي قولة في البروغرام أخطر سجي يوجد يغران ويوجد يكاد في دون البروغرام الديكاتيف السجي يخزن الجهل المؤسس إلا قمت في الجهل دي يتوأسن خطر نوع نقار نكونين للمدن كاد نصان نشهل بزمون الزيار السجي خطر يون يجهل قرنك لنسير الدبلومي ماسكين ماسكين في الجهل عارف اللي ديبلوم غران مي ماسكين في الجهل ماسكين في مولين سين تو غير غل السكين الا قت السقي يجي لا قنا عند الفرنسي زار انا لاحظ ني الشعب كان الشعب الا قسكنا الزلم قال سبيسي بلا خطر سبيسي في السقي ما في النجمع كل جو عرب النجمع سنه يجي غير في الصحراء
نجمع لي الديتا كي يجيو الزو الناس نتاع كيف غادي نشري مجموعين بديا لي ارجي غادي نوع السنوية اشتاكين الى قيل قتاكين تنسيخ هي كاس فرنسي دارت انا بالنسبة لي نسيتي الى قبل الى قبل غادي نحمل ناس القهوة كنا يهضروا زافيا كي خاطر مثلا ساكن الدنيا الشعب بصح الشعب يخطر يسعى للديزيسبوار يقرا بصح الدنيا الى قصد مع راسي البيت طلع جيتي كتربان ديسيسبوار فلا لي ديموكرات من نفسي ديموكرات باسكو الاسلام سيد ديموكرات الاسلاميست قال الاسلامي تكون ولاش الديمقراطيه حرام اقل الديمقراطيه كان عندها قانون لا قانون اشتاكي قال الاسلام تشقال الشرعيه لا يجدوا يفوتي في الاسلام تشقال قانون شي بغي نفوتي توا كيشقال اشتاكي الديمقراطيه تشقال كل يفرض كونت على الاسلاميست باسكو الاسلاميست قال ماشي الديمقراطيه حرام اشتاكي مي اشتاكي كل شيء كيتوتو اشتاكي سمون الدايرو ديال الديمقراطيه تقيم على الطاوله كيف الطاوله قال لك يكون اللي بدك ناس في الجيري نخبط في الدنيا مي اللي بدك ترانين في الفوت نكون نسجل حبوس ابرون يوليد اكاين ربي بالشغل 50 نو ها تبدا سمو ساكن فوتيان وين يقوال وين يجيبوا لنا بون بروغرام وين يجيبوا لنا بون بروجي هذه هي الشعب الشعب طرا يخدم خاطر فحموا الدين على الشعب وتمقوا لا لا حموا الشعب وسوارع حموا حموا وين هذه تسلط واش تلاقي اه نياك بغا كان كيتسقسي غنكوني نهضر داف يعني غكذود اكو ديك برناكي ناد باللي غكذود الى بير دو كونفيونس دونك يخبرناكي الى قاد صبن الى قاد روحنا الشعب الى قاد هضران الى قاد قيم نيدز والسناثن وزد اللي نلن ولكن نكوني داغني نبغى يعني لو كان انير ثغرين اي وكذود يعني ماذا به يعني لو كان هذه تسون اما كان تسون وياها اني قلنا نجارسن وغالنا تمسالا من ما كيدني ذكتيني وغالنا يعني ثغلي تقمات جارسن نكوني ماذا بينا يعني لو كان هذا غديني ذا شو قلق وكذود هذه خدم باش كني هذه تسون اني قادة اي بس نعرف سيدي ما يجدو غورس لا غني غورس ذا يجدو ذا يشبه سنك سيم سلام سيدي ودي خدمي ذا واجب نفسن سلمي سنسن سلمي سنسن سوى سوى دغور ما سيدي اي جزء ذا جمسنا قرنش قرنش هذي شنيا قرنش يونا ذا رحب ينقى من قاطة سنا ذا رحب ذا دفاق مطفاس بلقار الفوضى الفوضى سيفارنس ابي يوغاني سيقاو الله من غيخ اسيدي جدو ذا جي غاس من زن جدو يمي عطيني ودي مزال نوي ويكس لحد من الزوج خم من الزوج لو كنا نجد هذا الوقت منيح إذا أنت ذاك نسد يوني دول تواليون الكلوجي شيفا النقام شيفا المسهم سورة نكون إذا جد هذا النقام سورة عطرة جد هذا خطا الشمال فوق برا جد يستل ولا كل شيء المعرفة بدي كاري الناس يكذبون على الفوطاجي هم شري خمسة موت بس كذي وطلع أكثر في شم أكثر لكن ولا شيء خم بالبوليتيك أسمع بس كذا صوبام ذا خم بالبوليتيك بس كذا صوبام ذا بس كذا نكون نسجل الشعب إذا كان كذي تتنظم كفين غير سجدي أنا كذا من دوي نكون إذا غنوا نزمون بغرا وجن كنيس لبعض البوليتيك أدنك ما بتقنع توحقة صغر النغاسة جم نكون يوم نكون ويا في جريدة إذا كخدم نغاسة جريدة إذا قدم الدين تبوشين بيز البيري أسيجين هاي جزء يتوقع تولي أسيجين فوراجي يخدم يخدم يصورين يبغى بيستجدو يبغى يخدم السيستم الديكاتي في جريدة يساعد ميديا كي أصلا عبد الله مسكين مستقر ما أطلع شيء مسكين الإرهاب الدوغاد يشوف مرة الدوغاد يزمن الدوغاد يسوق الشيء أسيجين كل ويس تلفزيونات يجي لبوزيك سعنا الإيك سعنا مغري ثم قاند الشعب يجي بغاني إذا قد خلنا خديم لا سنسيبيليزاسيون الشعب السيمة تسكن بارياليتي يلي ونس تسكن صوفيس نكوني غيري غيري إذا قد تنسيق يجي لقد فرنسي بارفل أي جنود السيدي إذا قد يستعرف إذا قد يستفهم من دانيس ولا قرأ قرأنا تخطر إذا لشو قام في مول الزيب أقرأت أخطر لا بيبار في مغزان يقاش يكون استفا كونتري وين نتيجي وجدي زي جيل غالب وجدي تسكت موت يكون استفا كونتو استغرى غروم البليمي تساعة قركي حتى في بلاك بوفرتي مع الغشي غالتا في دافي ساعة يغرى يتواري مثل نعرف لا بوفرتي حتى الغشي يوجي يكسع عبور وين نتيجي وجدي زي جيل يوبر حتى وين الغشي انسان دي كاسا في نيورين استقام تقدم يونان بوليتيسي دي فاكا دي نوتا استخرام يونا الشمال حد حتى رجل زي جيل هذا بوليدي جد شو ميقو جدو زي نقا يجيزك أي أدب ويجي يشرح جدول إذا قد زر وخط راي جدول يدوك لارا لكل الحاجة نيوونا جزا دي مليل هذه مليل أخذ من الأخصار أجل أسان أخذ من أخصار وسان يوغل بوين وغل غشي سسور دي نبان كما كي غشي سين يوغل ها 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 تروح بالدمون دي بغفت غشي في جارتان مشين دي غشي كغخان وغل كسن المعنى الميليتانتيزم
نسوال إذا الموليتون تيز خطر وني عدنا شنيك الديفندر الشعب وني عدنا كيني بورتارون الشعب وني عدنا كيجي أن تغرغان إذا السيسيون أرغان ألوان الشعب أفلت ولا سمساتي جبران إذن القضية مشي إشن أمين أدناود سمساتي جبران إذن إسلاميس مشي بين أدناود سمساتي جبران مساجد إسلاميس واحد من سنة فلم بوين ديونا كيني إجوني جولين سيزرات يغال زنتي لا بيرسونتي بوليتيك لا بيرسونتي ناسيونال بيشي كيف العرب ندمي لقبي الدنيا ولا جي أسجي أي جزء مسكين يتوحزن يخدم مليون كناس يديها طشيس هاي كوادو سيرن هاي جزء دفاع سفري لكل ساعة مشى أخطر غن تضرر أخطر لو جزء مقالي بوايز بجزء ليتشو سنة رفا مغلي مازال أخطر نعلم بيتي مقال خم الجهل المؤسس سامغلي اللي جو الناس يجين بالمعرفة الرشوة بالمثلة الترودة باش كيس حسن طوقو بمسكين تموت الزير مشى راسي ديما نخم دي بومبات أن سلحوا سمون الزائر كما يبدل تمون الزائر هذا بشايدين لأن قيمة مقام الانستيسيو ناسيونال قيمة تكين للمؤسسات الدولية قيمة تكين قيمة الله رسولة الموت خطة تمون الزائر الكون اللي باسنا بتوخلص أخطر ذنش تيز كانت بتموت أخبروني عن مصر أخبروني عن سوريا عن ليبيا أنا عشان هنا أفني مشكلة تشوف نجاب روحي أفني أنا ربي مشان نسيب إني هطب قضونا خطر فاني ساعة إساعد ديارات مقام ديارات سرن سيني مليانة كده نزل خل بنش قصة قبل سنة يرصد بيز يساعدي زنديكاتور إذا خل إذا قد ضر يكتب بس يساعد زنديكاتور يرسل زريف يساعدي زنديكاتور إذا قد ضروف إذا قد ضر يرسل كي ماشي حد يساعد عندي في مون الدير غصب رغلين بس من فرص نسيب نقول إني في بس نقول ذا خطر في قذاء في قص قذاء الشعب حضرنا كشعب إذا ما في ضرب قانون مش نشوفه يصير الشعب يوقع الأنداز يتدري فين أخذت كنتين مهريب جوالي إني كده أول وقت إني نشوفه من سن القيمة يمنسن أن بريزيدون سلوي ينتجزا شعبك يتصاصيس يغال سلوي يتكلش شعبك يتصاصيس سلوي يتشتيني ويا شعبك يتصاصيس الشعب يغال توسن تورا الشعبك يغال تورا بس الشعبك يغال توسن دولي بلاي أن ترمي منيستيسين ربيني ولا بمسدي الشعب يتوري في البلاي أن بريزيدون يحضر سو ميكروفون الشعب يتوري في البلاي يرزد نغمس من فرنسا غسموه نغمس من فرنسا أنا غلطت أنت موسى فرانس أنا غلطت من برا أنت موسى فرانس على زمن الزيار يطوف يقال شعب يطوف الشعب يغال يرسم المكان بنفلي بلايك مين أنش تجيب لي بلايك يقال يغال على الصح أسمي غا سيفكي سيفكي ونفقا عنش قول جدو ذاكي أسمي هاتا أنش تجيب لعبة في مدني إلى هذا صافي ميرني إلا قد تكره لا وانا تكره أكنا بعوة فزالي أخطر ثورة ويجي خطر ويجي خطر لا عاد سلافن 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 تموت من الزيار تكني صوت ديت يظل كان في جماعة لك لن توصلش بعد مليار دولار سيمون الزيارة فانت فضل في شسدي وقلت تكن تاني لما تمون الزيارة قرنا كان خمس جال دوشيس أكن يوم أكن في قيمة دسكوار ضع يمين كل شيء جديد لقد نفاسي ذا سنف قد ما رجال دوشيس تجيم نقول إذا غير نعوي نقضى موبيليزاسيون يلي يول ما يلقى الدفاع سير الدفاع يونيس يسوم بالحقي الموبيليزي منا أخطر السيا إن شاء الله سيارة أكتوبر أدن كان فني ومبرجل أم يوسف مطوف أم يون المنظيم أم مغارم مطوف أم يون المنظيم أم لي جورناليست أم معاك المرام إذا في الزير أدني يون ماما نايا زين سيفيني سلام إذا قطرين أدوغا تمون الزير لكن وصل حال أدوغا لي وصف نغي سيولين سيمون الزير دي زنتي لك نعجر ولا ناس موسم البارا ويجي لك تو عجران بزاقة تمون الزير ويجي فتخون الدوغا لي أن رزل هي لمزان هي رسل ديكاليست هي رميليتان بوليسي هي لنصابو هذا نشوفه ويجي لدي الحباس يجيني لدي الحباس الحباس خاطر ندور نتيجي اسجل قد من اللي مزيان كي ندير الحباس اسجل صافي مغبان خاطر رانت ندير مغبان استقامت لك نفس الشمن خاطر رانت نصلاب اسجل خاطر يزول الى قضيه الادناء تموسني ويزول الدل السيستم اللي كانت تنتعي الصح انت اللي كانت تمون الجايه انا قيمه مثل السن اسجل طران كيف في مقارنه للراس اللي بدا خاطر زلمه الله راسي زرانا سجين يلي وني قارس خيرا العشاء واحد يعني يبنيو ولا بكي ما بغير حتى انه غير بيانا والشعب تسمتاكي بيانا اني غنشتاكم زرارة بلي زي جوزة دي ايك زرعانا نشتاكي السمكي ما بيزوكي ما غاكي دا قطر نزي زمان نقول ديش زرعانا السمكي رانا اسجين اكيد ولا الشنيا سينا نكوز ما بكي ما يبي حتى الشنيا سمغولين كتاكي نتسمغولي كتاكي يمكن هدرانا باريكزونك يجي يجوف نتدر إلى وغم ليش نتدر فوف لا تدر في بودة وانت مستعمرة خطر مستعمرة نكون غرارة بجيت في يسنتمون الزيار نستكيف كيف الهموم لا ناكت كيف الفرح ناضيون الهم ناضيون أشتاقي تنظر في الحاجة أخطر أشتاقيك ويرد يجوف لبيريود فواران أكن ظل قب ديمون ده تسخذ من إمي غير ظرام بالإمكانية ومن أحس السيرد قب ديمون ده بيس تسخذ من تكاقي
عندها تريد عاد تحت بقى عشان ندرس بقى عشان تشتري عندها مثل كده بيش شعب عيان غاف اللي كنت مصرين في دعبة قديمون بضحط الزهول السيبورتين كان سنة الجمهور الزهير أبدي فول نقشة مين شعب ما شم دميل الشعب ما شم دميل ديش خذ من سي مغريوين دا جيبي الزهير خذ من سي مغريوين خذ من لي كابا تفعل دي سعوديين خذ من تليزين دغنية دي شامبيونة قل قبضة الجيري كنت فانسيزي دا كابيتال شعب قراص انت عيان عيان لكن يوصل حال السجل ولد مزاد شعب خطر خطر شعب كيف التيموري ونيون يخط تجي في لابسيكولوجي ديون تكفر ديون يونا لسنتيمون يبوس دي يبوس دي خمك يري ساق فقنا كل غاشي تولا مش هم خلت تقي الغاشي يون يساقي الشانجمون يون يسيقى خطر الغاشي في مالا دي بي يسمع بعد رطاقة يمن لا خادر لا يجيد فيك لا يجيد فيك على غادر خطر نكون الشعب نمنا نخدم على مالي ونسعى على مالي البوليتيك خطر دي سي جبان دي السجل ما يتحكو في الميديا الدنيا المغاربية والله شيني جوانت وفي مول الزيار هذه الدنيا ويجي جملة النتيجية ويجي جملة النتيجية أتن بلغة شو حمي النار تمون الزيار الدنيا دي سامي سمي وغان دي واحد الحال الدنيا دي الديمقراط ويجي الديمقراط اللي تقي من أساسا ويجي ما تفهم تغار أذا وين سمو سمو فاد شفو نوكش الدين ولا الملا كوني خطين اشتاقيا خطا ما يتحكو نسكا من الميديا يجزمن 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 كان كي عبدال مهضر من الغاشي خشب يوكو إيه مغارم نسيج بك سمي كسنزا قوزن سي مغارم نسيج بك سلاوين سلاوين سنتم سيشو سيون إيس قال أمي جب نجمع تساقا من نوخد ما نشتاقي إذا نشتاقي بس حس فان قرام بسمون الزايا أخطا من كوني ما سيجي لا قضية من إثني ساعة نشتا من لا قرأ سكريت لن دجو هنو ذاكي خم نخسر بسمون الزايا بعد اللي ميديا لن شاف قام لها من دي خم نخسر بسمون الزايا إيه والله لما غارب بي يسأل مي فان قرام تشعبك يعد سندي خمسنا دقائق خمسنا دقائق الشاب قرأت بلي ما نشتاقي لحد مير أسجيدا من جورنال ستغنورا ديبلي بوسا والحديث صراحا للمغاربية أسكامل بدا ولا قيل حديث صراحا سيدا غالي الفيسبوك سيدا خطر رجل مالا عيدا تسوي الفيسبوك الغاشي وكحضرون أحضرون أسمي الغاشي فلو في فوتوك تسوى بارتاجين فلو في اللي زابري دي تسوي الغاشي وياب أيش تقدر أكثر بلي أبي اليوم وفد الدسمون الزيال يكوني ماشي الشعبين قد اليوم ولا قد نسمع الحقي وين لقد ديخ نصجات يخزن وين لقد ديخ الكوميتي دفلاجات يخزن الكوميتي ليه وانا خطا يولا شيني تقل يسدد أقلي بي بي وينات أقلي يسددنا أقلي بي لازين أقلي لا شو دي رفن كيني زمور نعبش انكي سيبتر سويت شغونا لا إلا قاسيقي لا ريسبونسابيليتي إلا قيامي ولا دي الحسول مانس انت المسؤول انت ريسبونسر اكني بغو إلا زلا إلي القاد مور سوك سمال سمال وثمون الزيال سي النور عمال للسوك يولا من الله عمون الزيال إلا قاد دي حسول مانس ريسبونسر إلا قاسيقي انزرع لا ريسبونسابيليتي الزيال أقمتنا حمو أقمتنا حمو مولا شغل في يونس خسيون قارو العقل لا ريوالي ثملي اللي ثقي قدران ذي الديجوا ونزميرا لا تنكر ولكن إن ولا أزفو أسفكرة زال مسلا لدينا ثان مقلا ضغف للكذب إناد بلي لوبوزيسيون سيتا فو بروبلام فاك دينا قمتنا حمو ذا شو تفراث أرس الحقدو زفواقي أين يعني ثمني ثقيل دو جوان أخطر أمكن ولا إكافرني مقرن نكت مورث الشخصيات أطاسي ديوسان وقديثني عنا تسر سيت مسيل الحاجة إذ زمرضة تنكرت ذا شو التفرات رأس أنت تلحق ذاك ما تناحم هذا بويا جين رأسني بلي فرنتاش فرنتاش أفوس غني واحد كمين يكاد يوم نبدي سرافة كافتر السوق في الحارة سنة بتغني واحد هذه تفرطر واحد يسعى جاردة لنا من ساعة تلفزيون ناتي مادي خمسة مدهرا تلفزيون ناتي نفضع نفني فاضل الأخبار كنا هذه تنسي داي ولي خدم ولي خدم يسعى ليز أورغانيزاسيون إلي قاونا كيونا في عبدار واحد هذه كيف أفوس واحد يخنفى مغرى واحد بس الجيران دو سنالة أكيس ضروا زرزيك يخنفى مغرى يمليك يعرض الغاشي مليون روح قاربك مليون مش قامت زي شنيا وهي في تتدف ناقص تعزلي سدف إذا بويقة سيجي تعزلي سدف سدف ولا نوالا سدف هذا وقت تدف مجمعا قيمة غاتي انطلع حقا مني قيمة انت مغرى انت يقيم واحد يا عربتني دي خيرا يقيم واحد يا خمي ما يصفى مغرى يشتري ما ينسي خمي خطر زابو سجين ديونو زابو ديونو زابو وكسعنا رزال بسمون الزينة السجي خمان تسافوس نكون اسي رايس انتريدين اكن يبغوي لحد خامو اكن يبغوي لحد يساول اكن يبغوي لحد يشرح اكن يبغوي لحد يصرف شربين المين
لواني شي بفوت يتهجي تمرة في من سكنا قابلة جيشين كما تجي فرحة ضرب لي يكو جيرين مرة فرحة مش إلي يوني تعنى سيرين إلي يوني تعنى رسيرين إلي يوني خطر يعاش يبقى أسيقى شيني توب غير دواني لاني كتر ذنبيش أخطر توش رح الغش ولا قارن تو خطر سيدي لك بمزاد من القبيلة على فلاق كيكون ضجي الغش أسيقى خطر قامة سيونة لتخلين في العقليس إمي ما تمنى الضوضة لتنفت لي سنتيمو بلين اشتاقي لك أن صوب نقول ماشي العقل خطر شمن دي العقل من عشرين تمثال نقول إن أسيقى لك أنه في سنتيمو أنه في الأول إلا كون ستيليفزيونات يبغان أبدن تمون الزيال سي مغنسان يبغان أبدن تمون الزيال إلا قصوي ديال إلا قام بون ديسكور إلا قام نوث الغشي سلاون أخطر ودي وكسل نفسها لغن كسلنا جزء من نكون حلنا بقولة ولا لا بس حين هاب ندمة ميز إلا هاب ندمة ديك مماليز ما يسعب ندمة مماليز أسمي ما سيجب نفوس عدا مماليز وخدمنا رسوابن إلا قام نوث سلاون الغشي أكينا نصرق خمسات أخطر أسماء ديكار وجدو بتخمي مارا ديكار كنا كسوليس أذكر نوك الشغب ميطاف نفس وكفوس أسنا في لوز دل أم أحا أم قرام في مونة الزيار أخطر أساقين نولا وجيش سخدمين سخدمين تمثال براشين بشطة حسن بتسالين صبنا النيفو البوليتيك أنا نوك سعرازات صبنا النيفو الغشي ولي سعرازات أسيقات فاسي برداء سيبالدان يستخدم غشي وجابي بتاتني تبعان أطروه مجمع سنع أسيقى تروح لدي باسيفة الولاية تنكيف أنت ولينا تروض أشي نكون ماشي بني فني أغدي وي بني فني بني تعضي بو النامل أمسي كم بني تعضي بو النامل بلا مال إتي دي بوين الشعبي دي فغن دي فغن بالشعبي تخلصن بالشعبي دي بوني مانيس أخطر أن تانتي زاري كلب دي بتا إيك الشعب دولي في القاردية اللي قارد كور اللي كون يبغدي ولا ما دي فغن من تام الشعب إذا أبجر أننا نمسى مرة براي نمنا أبجر أننا وي نمنا أكين بجر أننا وي ستارتي وي نق بجر أننا غيس كم سلسل نقامش منا وإلينا نخذني تبجر أننا عني تنافس الحوينة من البيون نخذنا إياه نقولش نساقارة اللي هنا قلت فان الديار أشي أقل لي سونا تركبني في النير أطوع تخمضني في النير الشعب بنيتني الشعب يتوحقر مسكين أشي أقل مصطفى المعرفة والله ما فشي طرامي في الزاير مصطفى المعرفة والله ما فكفي زود الزاير أكن تولى في طرف النفذ في طرف الديفرنس أنا كيف في عنا بيون نروح أخذ من نيش بالبيت دار ولا أخذ من نارا قرناش نكون أصواني في فال بيقراز نزمي نخذ من وصدو قال معنا بالشعب ما يليت وصا ما يدوى شو أنا من فيديو بس أجير عن مسيون في الخمسة الصباح يروح في التربية عن نبو بيفا ولا بيجيون ولا بطبيب ولا أخدم فيديو فرع شو أنا مدغاش يمشي يخدم من مشي تصغر مسيكي في السفرين معاشي أسي جير عن تنسيقي يجين إلا قد خذ ندو في معاشي السلاول إلا قد غزرد أم بوم ديسكور أم ديسكور فرو ويتقر ويتقرر على كين دوكا ويتفال كين دوكا إلا قام بون ديسكور أن ديسكور فرون أتاقي وفن أي وفن تسا ما إلا قدس حساقي غدا نغاشر زعفن سيين إني نغاشر أبنت من غاشرني أشياء بلي سعام الحق أخطر سلغي كرا لن كيف نغزم أثناء سكان كيف كرا كنس أنسى على من ديسن أخطر ديسكور كيف نقشر قشر واكي لو كنا من الكلمة جالة سنغة تجمع غريرون أبن جمع وقالك سنوات أول جرجزن قمتنا حمو قمتنا حمو مرزوقة كنيني تاني مرثم قرنتك ما سمحنا إذا منا الوقت أكنيني أرثو فات صحيت أي اسم ثن أن نروح عرفاص القصير سيف الديم شطوح ثم دنوغ الأرغور ونقيمتي كدنا فيصل المطاوي
اسمثن السلام عليكم ورحمة الله. زلف اللون أقلق نغل نغل سيغي من نغ أن يعني التنسيقية أشو قدر لو دي جوان 2014 تمورث ناي دي جمع نوكي كفارن أن راح قمثنا فيصل مطاوي ذن غمس الوطن قمثنا فيصل مطاوي. السلام عليكم مرحبا سيسكا قمثنا. وعليكم السلام، بونسوار، مساء الخير. مساء الخير. سي ال تي دي كونفيرونس دي 10 جوان 2014، فوتر ايفالواسيون دو سيت ايفينمون مسيو فيصل مطاوي. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative. J'ai participé, enfin, j'étais présent en tant que journaliste dans cette conférence. Je voulais un peu savoir où on est, comment les choses évoluent. Et j'ai constaté que finalement, l'opposition en Algérie a compris cette chose essentielle. C'est la nécessité de s'asseoir à une même table, de parler dans un cadre civilisé, dans un cadre calme, démocratique, ouvert. De l'avenir du pays. Et c'était un plaisir de voir, par exemple, le Front des Forces Socialistes dans la même salle avec avec le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, Gilles Jadid, M. Alain Neflis, M. Alain Jetti de l'ex-Suisse, M. Mouloud Hamouch, etc. Donc je crois que l'opposition a compris que la division ne sert à rien, que le chacun pour soi ne sert à rien également, puisque de toute façon le pouvoir profite des divisions de l'opposition. Et la plateforme qui a été proposée, c'est une plateforme très moderne, c'est une plateforme qui permet à l'Algérie, à mon avis, d'aller vers une nouvelle république, d'aller vers une nouvelle façon de voir les choses en matière politique. Je crois que c'est un premier pas qui est positif. Monsieur Faisal Mtaoui, on en parle des défis que la CLTD va rencontrer, des défis internes, des défis par rapport au peuple, des défis par rapport au pouvoir. Est-ce que vous pensez que le pouvoir va tout faire pour imploser cette initiative? Mais absolument, mais le pouvoir ne va pas laisser des choses comme ça. C'est évident, d'ailleurs, la coordination pour la transition démocratique a eu beaucoup de difficultés pour avoir une salle, même un hôtel, même dans un contrat commercial, parce qu'il était question que cela se passe dans un hôtel à l'Est d'Alger, ça a été refusé. Et c'était très difficile, d'ailleurs, de le faire à Mazafra, à l'ouest d'Alger. Le pouvoir va jouer sur les dividendes, il va essayer de monter les uns sur les autres, contre les autres, il va essayer de jouer sur le leadership, parce qu'il a toujours été reproché à l'opposition d'une division ou de disons une course au leadership. Mais je pense que les leaders des partis et des courants politiques qui sont réunis aussi au sein de la coordination ont bien compris ce message, ils ont bien retenu les leçons du passé. Parce que dans le passé, il y a eu beaucoup d'initiatives politiques de l'opposition qui ont été contrecarrées justement par la police politique, qui est toujours aussi efficace, contrairement à ce qui a été dit ici et là. Et j'espère que les animateurs de la coordination vont éviter les pièges qui vont être tendus, parce que j'imagine qu'on va leur créer des pièges, on va inventer des choses, et la coordination est une cible privilégiée pour le pouvoir actuel. Si vous le permettez, Mtaoui, mon collègue, vous posez une question. Allez-y. Monsieur Faisal Mtaoui, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Ma question est la suivante. Maintenant que la conférence s'est tenue mardi passé, et comme vous le savez, le peuple a complètement perdu la confiance en les partis politiques, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour cette CLTD pour essayer de récupérer la base populaire? Ah oui, c'est une bonne question, parce que vous savez, moi j'ai écouté un peu tous les discours et j'ai lu tous les textes produits autour et au cours de la coordination. Moi j'ai l'impression que les leaders politiques de cette coordination ont compris tout ça. Ils ont compris la nécessité d'aller vers la population. D'ailleurs, beaucoup ont insisté sur l'idée de faire distribuer la plateforme, qui est une plateforme algérienne, une plateforme politique. Il a été reproché par le passé, par exemple, le groupe de Saint-Igidio d'avoir débattu à l'extérieur du pays. Bien sûr, c'était une manière de pouvoir de repousser toutes les options politiques en 1995. Je crois qu'il faut élargir le débat, et je crois que l'occasion se présente, parce qu'il y a un vide tellement grand en Algérie, un vide politique que le pouvoir en place voudrait remplacer par la révision constitutionnelle de ce qui est appelé le projet de révision constitutionnelle à travers les consultations que mène l'Algérie avec lui-même, parce que ceux qui sont invités sont la clientèle du pouvoir. L'opposition a décidé de les boycotter, donc l'occasion est une occasion au nord maintenant d'aller vers la population, d'animer des meetings à l'intérieur du pays, de faire des conférences,
de discuter avec les gens, de descendre dans la rue, quitte à faire le porte-à-porte, parce qu'il s'agit d'avoir un projet politique national, consensuel, populaire, pour essayer de changer les choses. C'est le seul moyen de faire évoluer la chose, parce que l'Algérie est en train de s'installer dans le statu quo. Monsieur Faisal Mettaoui, c'est tout le monde qui dit que cette rencontre ou cet événement est historique. Où est le rôle des médias, surtout les médias, le côté visuel en Algérie? Oui, effectivement, les médias du Mansou qui appartiennent au pouvoir, les médias officiels comme la télévision et la radio, parce qu'il faut le dire une fois pour toutes, la télévision et la radio en Algérie n'appartiennent pas à la population, ce n'est pas des médias publics, c'est des médias officiels qui sont là pour servir le pouvoir en place uniquement. Ces médias ont décidé de censurer la coordination, ils n'ont pas du tout couvert, ils n'ont rien donné, comme si la réunion de Zerada n'a jamais eu lieu. Il faut rendre hommage, parce qu'il faut être honnête, à l'agence officielle, qui est l'agence Algérie Presse Service APS, qui a quand même fait de manière plus honnête la coordination et elle a fait son travail professionnel. Il y a eu bien sûr dans les chaînes de télévision privées, parce que certaines ne sont pas aussi privées que ça, c'est des chaînes semi-gouvernementales ou semi-officielles, qui ont bien sûr attaqué ou essayé d'attaquer la réunion de la coordination. Maintenant, pour la presse écrite, la presse indépendante, certaines chaînes de télévision, ils ont fait un travail correct. Ils ont donné la parole aux animateurs de la coordination, ils ont donné pratiquement tous les détails. Il y a aussi les médias électroniques qui ont fait leur travail. Je crois que les médias sont là pour informer la population. Ils ne peuvent pas être partie prenante de cela. Mais le fait que les médias officiels censurent une telle rencontre historique, il faut le dire, de l'opposition, c'est une manière de dire que le pouvoir en place a peur de cette initiative. Même une personne en Algérie qui n'est pas politisée par rapport à cette rencontre, elle peut détecter que les gens qui sont présents, les personnalités des partis très solides, mais toujours est-il le gouvernement. Vous avez dit, c'est elle qui a dit, l'opposition c'est un faux problème. Pourquoi le gouvernement ne veut pas prendre en considération tous ces partis qui veulent le bien du pays, qui veulent le bien du peuple? Parce que tout simplement, le pouvoir est dans une attitude méprisante vis-à-vis du fait politique lui-même, même pas de l'opposition, c'est-à-dire le travail politique normal. Dans tous les pays du monde, il y a une opposition qui propose, qui est écoutée, qui arrive au pouvoir à travers des élections. Mais chez nous, d'abord, les élections, ils sont trafiquées, tout le monde le sait, d'une part, et de l'autre, le pouvoir en place n'a pas vraiment de projet. Quel est le projet du président Bouteflika qui est absent d'ailleurs de la scène politique? On ne le voit qu'à la télévision, assis, recevant surtout les invités étrangers. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en Algérie, mais le président Bouteflika ne dit rien. Donc le seul projet qui est proposé, c'est le projet de la révision constitutionnelle qui doit concerner tous les Algériens. La constitution n'est pas un texte qui appartient à Bouteflika ou à la famille Bouteflika ou qui appartient à une partie du pouvoir. Mais malheureusement, même dans ce cas-là, comme on dit en arabe, Bouteflika c'est-à-dire qu'il a pris le projet et il le considère comme son projet personnel alors qu'il s'agit d'un projet national. Et c'est pour ça que le pouvoir ne peut rien dire. J'ai écouté effectivement Ahmed Sidel, Premier ministre, parler au Parlement. Sa réponse, elle est tout sauf une réponse d'un homme politique. Il dit vers quelle transition? Parce que la transition en Algérie fait peur. La transition démocratique veut dire que le pouvoir en place est terminé. Il est arrivé au stade terminal, ça veut dire qu'il doit partir, qu'il doit laisser place à des institutions réellement élues, réellement au service de la population et réellement représentatives des courants politiques qui existent dans le pays. Donc c'est pour ça qu'il y a un refus. C'est-à-dire, au lieu d'ouvrir le débat, au lieu d'aller vers le dialogue, pourquoi ne pas inviter les animateurs de la coordination à un débat national avec le gouvernement, avec le président, etc., pour essayer de trouver un projet national? Non, au lieu d'aller vers le dialogue, on refuse tout de suite l'initiative, on ferme tout de suite la porte, et ça nous rappelle déjà des initiatives passées dans les années 90, et ça veut dire que le pouvoir n'a pas du tout changé, du moins sur ce plan. Monsieur Mettaoui, vous savez que à l'échelle cellulaire, au niveau du noyau, c'est le noyau qui commande tout. À l'échelle de CLTD, est-ce que vous pensez que le noyau de CLTD ne peut pas s'infiltrer, sachant que le pouvoir a tous les moyens? Oui, bien sûr, mais le pouvoir a tous les moyens, mais je crois qu'au sein de la coordination, il y a quand même des anciens responsables, des anciens chefs du gouvernement qui connaissent parfaitement le système, comment il fonctionne, ils connaissent parfaitement comment les choses évoluent à l'intérieur. Peut-être qu'il y a un courant, je me dis que peut-être qu'il y a un courant à l'intérieur de ce même pouvoir qui voudrait aussi que les choses changent. Parce que tout le monde on se rappelle bien tous les débats qu'il y a eu avant le quatrième mandat du président Bouteflika. Il y avait un courant très clair qui s'est détaché au sein du pouvoir qui était contre
ce quatrième mandat qui a été imposé. Aujourd'hui, on entend ça et là qu'il y a des vengeances contre tous ceux qui ont été contre. Il y a même des redressements fiscaux pour des entreprises. Il y a des chantages sur la publicité pour des journaux. Il y a des chantages à tous les niveaux à travers des moyens d'égo contre tous ceux qui avaient exprimé un point de vue. Je crois que le pouvoir est entré dans une phase de vengeance parce qu'il est renforcé d'un soutien extérieur. Vous avez vu comment le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius, est venu dormir à Alger. Il dort dans un débat public parce qu'il sait que tout est acquis, que tout a été acquis de ce côté-là et donc ils n'ont pas à s'inquiéter. Le pouvoir a compris qu'il y a un soutien quelque part en Europe, donc que l'opposition fasse des initiatives, ça ne les intéresse pas. Monsieur Mettaoui, ma question est la suivante. Maintenant que la CLTD est née, elle est là. Et elle est là pour un changement. D'après vous, quel est le rôle du peuple algérien pour essayer, du moins, à soutenir cette CLTD? Moi, je crois que le peuple algérien, la population algérienne, doit être partie prenante de ce projet. Peut-être qu'il y a un courant au sein de la population qui va le refuser, bien sûr. On ne peut pas donc penser que tout le monde est d'accord. Mais disons que maintenant, il y a un rôle pédagogique à faire. La coordination ne doit pas se limiter d'une seule réunion, d'une seule plateforme, d'une seule déclaration. Il s'agit maintenant de reconquérir le terrain au niveau national. C'est-à-dire qu'il faut aller dans le sud du pays, il faut aller en Kabylie, dans les Aurès, à l'ouest du pays, il faut aller au nord-est. Partout, et expliquer le sens qu'on veut donner au changement démocratique, pacifique et démocratique, le sens qu'on veut donner aux libertés. Il faudrait un travail d'explication, parce que vous savez, le pouvoir en place a tout fait pour dépolitiser la société, et donc, à ce moment-là, ça sera un peu difficile, parce que pour certains, c'est un projet plus, pour d'autres, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on veut exactement. Donc, je crois que c'est un travail de longue haleine. Le changement n'aura pas lieu rapidement parce qu'on a bien l'impression que le président Bouteflika, malgré sa maladie et ceux qui le soutiennent, est décidé à rester au pouvoir jusqu'au bout. Et donc, c'est une contrainte qu'il faut faire entrer dans le travail politique, mais c'est un travail qui doit être continu. Il ne faut pas se contenter donc d'une déclaration et après on oublie tout. Parce que maintenant, le pays va s'installer dans une liturgie. Il y a la Coupe du Monde, il y a le mois de Ramadan, il y a des vacances. Et donc, peut-être que c'est une occasion en or d'occuper le terrain d'une manière continue de la part donc, de ces animateurs de la coordination pour la transition démocratique. Dans cette rencontre, M. Mettaoui, on a vu des islamistes à côté des laïcs. Pensez-vous que ce gouvernement, parce qu'il y a des gens qui analysent et disent maintenant cette image ou cette rencontre très ambiante, nous montre que c'est ce gouvernement qui est en train de travailler et de jouer pour participer à la population, pour disperser ou pour, comment dirais-je, ne pas regrouper le peuple algérien? Bien sûr, mais le pouvoir a toujours joué sur sa division. Islamiste contre démocrate ou laïque, arabophone contre francophone, kabyle contre chaoui, arabophone contre berbérophone, je ne sais pas, l'Est contre l'Ouest, les divisions régionales. Bien sûr, c'est une division fictive. Le peuple algérien est un seul peuple. On est différent. Il est vrai, avec beaucoup de. C'est une richesse pour nous. C'est une richesse linguistique, culturelle, ethnique. C'est un pays donc mosaïque. C'est une manière de se renforcer davantage, parce que vous savez ce qui se passe maintenant dans la région arabe et comment on est en train de jouer sur cette division, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie, en Libye, ailleurs. La leçon, j'espère qu'elle est bien retenue ici en Algérie, mais bien sûr que le pouvoir ne veut pas du tout devoir, par exemple, la Légitimité s'asseoir à la même table que ça a été dit, alors c'est peur. Ils ont toujours voulu séparer les uns et les autres, séparer ceux qui sont à gauche de ceux qui sont à droite, les islamistes de ceux qui ne sont pas islamistes, etc. Et je crois que la coordination a donné justement en ce sens une leçon historique. C'est-à-dire que ces divisions, on les a dépassées, on a compris que ça a toujours servi le pouvoir, ça a toujours servi les projets du pouvoir. Le pouvoir n'a pas changé depuis, comme dirait un homme politique, c'est le seul mandat unique depuis 1962, c'est-à-dire depuis les meurtres de l'armée des frontières contre les Algériens à Alger en juillet 62, des meurtres commis par Boumediene et ses hommes. Donc depuis cette date, et depuis le coup d'État contre Brice Belkhadad, contre la réunion donc, de la Constituante, on est en train de tourner en rond. Et je crois que l'opposition a compris maintenant, il faut continuer ce projet, de continuer d'une manière à le densifier davantage pour pouvoir avancer. Parce que l'opposition maintenant, elle est devant
une phase historique. Il faut que l'occasion soit saisie d'une manière correcte ou que il faut contourner toutes les pièges, essayer du moins de contourner toutes les attaques du pouvoir, parce que le pouvoir va essayer de diviser les uns et les autres. Quand on voit durant cette rencontre, la CLTD est sortie avec 11 points bien définis, mais si on analyse les 11 points, on voit que la CLTD a une sagesse politique. La CLTD dit, quand on va venir avec une plateforme de ce projet, elle va être représentée au pouvoir. Elles n'ont pas ignoré le pouvoir, elles ont pris en considération le pouvoir. Oui, absolument, parce que le pouvoir va toujours dire, voilà, ils ne nous reconnaissent même pas, moi donc je ne les reconnais pas. Je crois que c'est sage, parce qu'il faut travailler, ils sont là, c'est ceux qui décident. Donc vous ne pouvez pas travailler sans eux, je n'allais pas dire de les intégrer, mais il faut travailler avec le pouvoir. Essayez du moins de pousser jusqu'au bout, parce qu'à ce moment-là, lorsque le pouvoir n'aura plus aucun argument à donner, il va utiliser des moyens qui seront condamnables. Et donc c'est pour ça que le travail avec le pouvoir en place est une attitude de sage à mes yeux. Essayez donc de le convaincre de la nécessité de changer, parce que nous sommes dans une situation très très difficile côté sous-régional, c'est-à-dire dans le Sahel. Vous savez ce qui se passe en Mali, il y a des tentatives de diviser tous les pays africains, le Soudan est divisé en deux, la Libye s'installe presque dans une guerre civile, l'Égypte, il y a eu un coup d'état militaire contre un président élu, l'Irak s'installe aussi dans une guerre civile. Vous savez ce qui se passe en Syrie, cela n'est pas le fruit du hasard. Ça ne peut pas être quelque chose qui est né comme ça. Et même dans le sud des frontières, il y a donc des problèmes. Et donc, il faut retenir et prendre en compte ces changements sous-régionaux, internationaux, et prendre en compte la nécessité de renforcer le front interne. Parce que moi, j'ai écouté M. Abdelmaksida, le Premier ministre, parler du front interne, etc. Le front interne ne se porte pas très bien. Parce que vous avez une partie de l'opposition qui a boycotté les consultations sur la Constitution, qui a boycotté les élections. Une grande partie des Algériens, presque la moitié des Algériens ne sont pas allés voter. Il y a un problème. Et le pouvoir n'a pas l'impression d'avoir écouté tout ça. Il continue avec le même discours, avec le même langage, à ignorer donc ces changements qui sont majeurs dans la sous-région africaine et même à l'intérieur du pays. On en parle aussi, M. Faisal Mettaoui, du facteur temps. Il y a les politiciens, les analystes qui nous donnent leurs avis. Ils ont dit que la société algérienne est dépolitisée. Donc c'est un travail très, très dur pour la CLTD et aussi le facteur temps. Comment vous voyez ce facteur temps par rapport à notre population qui est totalement dépolitisée et en même temps par rapport au pouvoir qui a tous ces moyens? Comment vous allez évoluer le facteur temps qu'il faut déployer par CLTD afin d'achever tous ces objectifs? Absolument, dans une discipline scientifique qui s'appelle la recherche opérationnelle, il y a cette idée de contrainte. Et la contrainte temps est une contrainte majeure pour la coordination, pour la transition démocratique, et la contrainte pouvoir est une deuxième grande contrainte majeure. Donc il faut faire avec ça. Il faut faire avec ça. J'imagine que les gens qui sont dans cette coordination, c'est des gens sages, des gens qui connaissent parfaitement le jeu politique, qui sont là sur le terrain depuis, pour certains, depuis plus de 50 ans, donc ils connaissent parfaitement comment ça fonctionne. Et je crois que ces contraintes ont été assimilées dans ce projet politique. Il faut les gérer. Il faut les gérer d'une manière très sage. Il faut les gérer de sorte à ne pas perdre de l'énergie, parce qu'il s'agit de se lancer à une grande vitesse, tout en gardant un œil sur la route, parce qu'il ne s'agit pas aussi de sortir de la route et aller dans les pétroles. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a beaucoup de défis à relever. La dépolitisation de la société, en grande partie, c'est une troisième contrainte qu'il faut également gérer à travers un travail pédagogique, à travers un travail continu, à travers de proximité. Rien n'empêche les hommes politiques d'aller prendre des cafés avec les gens à l'intérieur du pays, aller dans les maisons, discuter, distribuer des textes, expliquer, animer des pages sur Facebook, sur Twitter, sur Internet, écrire dans les journaux, s'adresser aux gens dans les conférences. Il y a un travail de longue haleine qu'il faut mener. C'est un travail de longue haleine et un travail qui risque de durer également. Monsieur Faisal Mettaoui, je vous remercie beaucoup pour cette analyse. Waqik mathna Faisal Mettaoui dan ghmas el watan ak dinni than mirtham qrat an rah sin fginna ak mathna Mohamed Rzqi Farad aslini assalamu alaykoum a salaman ak mathna Mohamed Rzqi Monsieur Jacques Lawan, assalamu alaykoum.
سلام مقمتنا محمد السقد انت مسلينا يعني انت من اللي يقدر لو دي جوان لا سيالتي دي جمع شخصيات تمورث شمعتي كبرني مقرنا ماذا بك تقيمض المشهد داكي يرنا ضغنا نهضر في لي ديفي اراد قابلين لا سيالتي دير زداد لو ديفي دي بوب لو ديفي دي بوفوار اطاس تمسانين لو ديفي ظن الداخل يا هل ترى لا سيالتي دي تجمعتها قالت تخدم داخل وتسيليرا الانفلتراسيون او تسيليرا الحاجه راه تيرزن هكذاني مرحبا سي سكام محمد رزقي الله يسلمك على كل حال اين كان ايدي تواخد من نقدي شاك ايدي تواخد من 10 جوان هي معركة تم قران تدر بحلو بوزيسيون ديو ديو يعني النصر يسعني المعنى نطس 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 خاطر ماشي دايني سهل ايوا كنا تجمع ضعاف الاوبوزيسيون مخالفين وهذا شرقي وهذا غربي وهذا علماني وهذا اسلامي يساري ليبرالي ماشي دايني سهل ايوا كنا تجمع ضعاف الاطياف السياسيه وشحال هي كيما الزمر غادي بلي البوفوار كيما الا يتصفصني مزوغان اني خاطر الاوبوزيسيون ثلاثه فرق طوفان مي بهونا في اللوح مي اشاكير اين يظهر 110 جوان ليون واش ارا يكشمن بمجروي ليون واش ارا يقيمن بمجروي هذا يقيم ذي تاريخ يعني يوم تاريخي لحظه تاريخيه دونك يعني فرحه طاس طاس ويش بعد كينيا انواع سنان وكنا عند ارا نصي وضع سويعه تندر الوالي يعني يونا كم سعيد سعدي بمعنى سم قران هذه سلام سعد بمعنى سعدي جدين الفيس ما يعني الصوره يا كي كان الصوره يا كي ليماج يا كي اطاس يعني وجعلنا رب اللي غاتصدروا عن اقل الى جينيراسيون كينا كل يوم تجينا كينا خاطر جيك يعني نعم مشي شدو غدا اما كاين نقار وكل واحد شكي هو مي امي صوت ساكت وراه واش حال هي كيت وراه نكون انا نسنا يواكن يواكن ادن مني الاكاكير توسل اتمنيت اسد ويت وراه يواكن ادن ادن سمني لك ايغال لنا خاطر يعني ارمي تورا ان بقراك قدام امن جو ام زوارو الكوفريد الكوفريد من الصح اين كاكين يقدر انا ساكين نجبر نسميها ذيوث الخطوه ذيو نشرق امن جو يعني المسيره 1000 ميل ما كان يقارن مازال 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 قديش هذه رقاي وادي وعير صياغه الزات ولكن الصح يعني ادغى للساس يتواخدم 10 جوان محمد رزقي في الرد في الوقت التصيد ان نحوج الوقت الا نحركنا نعجل خاطر الا قد تولي التنسيقيه بلي تذوهم في الوقت الشعب يسوف عن السرسيت الا قد تدر السرسيت ازافويك ساعه نيدري من ساعه تولي مويا ساعه اللي مدا وش كي غرام كي درنا اني مسناون هذه الطس اثنا ديه كيمانيس باش هذه يخدم الحجب باش هذه يرسل انيشيتيفك دورا دورا يعني يحكي بلا كينا غير يحكي بلا كاكيا بلا شك وتميس فرحه راه هو يدي ايضا خطره هنا كان كينا قدران جبر غادي يدير يسخل عيت مليح 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 عيت يسخلها اين كاكي ديغار ان جمعه كيا يدي جمعه دي جايريا تي جايريا يجمع ذاك بارتيا يجمع البيرسوناليتي يعني بكل الوانها المختلفه يفكاد وجد الدليل وجد الدليل بلي غير فوق وراك يحكي من كينا ازابو هي غير يحكي من كاكيا في واد ما كاين يقار تمام والشعب والجزائر تمام نظام خاطر يجرن تيغريا نظام كيا ويحيى يجرن تيغريا اي جبران لي بيرسوناليتي الشخصيات الوطنيه هو كنا بروحان يعني المشاوران المشاوران ميدس ولكن وروحنا راه يعني 99% وروحنا راه يعني وستاج بند اضطراريه كاين التنسيقيه من اجل الحريه والانتقال الديمقراطي اي ويعنا التنسيقيه يقول سعر دريمان التنسيقيه يقول سعر لي بوست والسكر يعني تمشدوط والسنايا لازم ندير مينيستر نعطي وليع ولكن القوه للتنسيقيه من اجل الحريه والانتقال الديمقراطي القوه ينس
في البرنامج من قوائدش ديال الشفاء القوائدش ديال التجديد القوائدش ديال المحبة تمرت الجيار القوائدش ديال الإخلاص للشهداء 5 ملايين شهيد دونك أما كني نقارى في ذات أدبان يعني أفريد ولا غسان إبرزد ولكن سيادة في الله ياخت ولا مكنية نكوني نهضرد في البرنسيب نهضرد في المبادئ السياسية نهضرد في الأفكار السياسية ولكن ترى يلاقي دبور يلاقي دبور هذا نخدم الهيئة هذا نخدم يعني لا بكرك ديني هيئة معينة يوكل أتحافظ أبر الروح بينك إيدي برامج عشرة جوالية يوكل النظر الزال يلاقي ترى كنا لدى القارد وشتور توافقي خطر باشو المعنين الانتقاد الديمقراطي المعنى ينسى الحكم العظيم يو شو أي غرائر الحكم العظيم يو كنا نبدل الدستور خطر الجمهورية الثانية الساسينس ثمن دول الساسينس الدستور دونك إذا كنت كنت أقول إذا قد سيادة سوال أنا أقول إيمان النار إذا كنت نبريباري مشروع دستور جديد مشروع وانت في المركة سيفاس الناضي المول أنا أبرك أنا كنت إذا كنت مرحلة أقول ندوية أقول أردت وانا كنت أدن شفاغ مشروع الدستور وبغي كان ادسكا يعني خطر لا ودي ديقان اي غير يحضر الحكومه اي وصل يعني ادري داك واش مراه الحكومه تحضر خطر نجمعي نخدمين ايوا كنكون ادن كرياي وكنا ادن خلق ميزان قوه جديد يعني رابور دو فورس ايوا كنا انفكس دابور ميزان قوه جديد راه يسمح لي لوبوزيسيون باش يكنط أصروحة تخدم أتقلم تحسرت من الحوار نكون إذا العرض البوبوار وزميرا لها نخدم الديالوج نكون إذا البوبوار ماذا قلنا نكون إذا نفناري ما لنا ماذا قلنا نكون إذا نخدم ركوسي ما لنا دونك ندويق الثم زورو تاكيا أكيد إذا قتل إذا كوي حضرها ذلك البوبوار إذا قبائي غيرنا نكون إذا وكنا نمسفهم أدن سوفراغوس ميزان قوة جديد يصير على نروح نخدم مير من الديالوج ونكون إذا البوبوار ورا مازال قديش الزاد دابور الى قد هذا الخدم يعني ما كاين عمل في الدنيا التنظيمات هيئات خاطر الجنرال نقول كل شهرين تحضر جمعه 400 مع 500 ذات الراس داك راك تصمطوط ماشي دايمين ساهلين دونك الى قد تيري الهيئه يعني اللي تتحدث واللي تنشط باسم 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 الدوايا وما كاين الدنيا ضيان الى قد نبريباريت ورا نكون نصايح افكار سياسيه ولكن الافكار السياسيه كي لقات نتيد نترجم الى مواد دستوريه هي كي ديالتي لقات بريباري اون ايكيب تكنيك الى قد نسوجد فريق تقني يتشكل من خبراء القانون يمكن اكون افكار ديمقراطيه كي تداول على السلطه فصل السلطات استقلاليه العداله استقلاليه المجتمع المدني حريه الاعلام وما الى ذلك تلقاو في الى انشعوا كلير فريق من خبراء القانون لازم يدي ترجمه الى ديزارتيكل الى مواد دستوريه والحكومة يجي على القرض إلى قتيل يعني في حكومة العظيم أم كذا تيري الحكومة العظيم يا هالطرا أتيت شكلا الحكومة عدت كذا وزراء والوزير عدت كوزراء نا أتيري حكومة الكفاءات يعني أتيري الحكومة دي كومبيتونس ونخدم على البوليتيك أتش الحكومة كذا كان جميل تصرف الأعمال أيني من قال تصرف الأعمال أمكرا نخدم دستور توافقي السؤال الكبير يقلق السيارة زد هذا نجاوب في الناس نمسفهم هذه الدستور توافقي أشهر معنى دستور توافقي مجمع الدكوة إيجيريا الدكوة الرأي هنا إيجيريا إلى الدستور يعني ثمان دوتا ماشي للقوب وراء تخدم الوحدة سما كني قوة فالهما 52 سنة إلى قد تشكينا في إيجيريا إيوا كنا تشكينا في إيجيريا إلى قد أسومبلي كونستيتيون لازم المجلس التأسيسي ونزمنا لها نخدم يوتي حاجة خطر ما ردينا في الدستور الشرعية الشعبية الدستور ولاش ما نكزم ما ردي خدم برا الشرعية الشعبية دور أشحال أمكر من غد ستيرا جينك خدمة كدين بوبور وسعينا للمعنى بس كوي خدم إذن برا الشرعية الشعبية دونك أمكر سوى لا يويت مثل لا يخوكران الكونسبت يجب مجلس الدستور يجب مجلس التأسيسي يجب سمعية لا ولي تي كوكران والوضع يعني اليوم أعوك في قلاق يعني أنقصر في الناس ونهضر في الناس ونزوات نسقر مش يوكن يعني أدنف في فلان سي محمد نكيني وكان هذاك دينيغ اسقسينو نكوني نزران غا سنين الثلاثه
كتينا ولد كفيطي ثني ضد يقيم ذي التاريخ من الجزائر اي غار خاطر شاسني الثلاثة وروح عندي رقاز من الجزائر وقاديك سان النيف وقاديك سان الغيرة ار زيرالدا عندي قيما باش كني اذا عرضنا تشوفو انت مورث من الجزائر سي المحنة ذي ثلا الساقين نبغى نزر ام كي راه خذ من يرقازنا كين باش درنا كذوذ من الجزائر اثي درنا الجهة نسن ترى الى ادنر الثقه من طرفين الكونفيونس يروح خاطر ساكن الشعب يوري وشعل الثقه وشعل الكونفيونس اما دير الكوفوار اما دير كلاس بوليتيك خاطر انا غادي نتعي شي غير غاشي نتفاق وين صفاري المارشيين السوق نتحويس اشو تقار مالوريزمون هذا يعني شحال سفطاس هذا ديني كيف كيف عندي كيك لان كرسي عندي كيك بانا دونر الكرسي كيف كيف سلاذين كيف نحشى في الصراحه نسال ايك ويسحاره وياكيا ايك ويسحاره الى قنع قديا ايك تنسوا دي واكلا تنكس الى قنك سلاح قديا ايكيا الى قنشفى مين غاشي غنشفى مين الشعب باللي لا نودي حي عربيين ما كنين قرش قبيلين لا نرقزني عربيين يحمل الثمور تنسان لا نرقزني اقفانا تسكن في دينا اما كدير لنا 54 جلين 54 تكاليدة من نسان تكاليدة الوحيد نسان اساقي لاني عربيين لا نودي يحمل الثمور لا ولي تقول مربي اذ تسكن في دينا نسان ايوا كان الفلوم الدولة التقماس وزبر عرفتك كان يوم نبتد هاي مثلا قلنا يعني اماش كي نروح اليوم لنا باللي لاني عرضينا كير اشري دكا كان مثل كير مصطفى بوشاشير اشي بارك ربي اعاد الاعتبار للسياسه وكيف ديبيتي انا اقلان اقلان يروح على صوبليا يعني سوبر روس لا فاس ولكن اسمي كوالتيك الاخير يديميسيونيا يجا الصالير لي ناس يجا لي زافونتاج ميا يفا دينا دنكو قبيله راه تم عيش تاكي دونك يعني لي جاست تاكي كما كان مصطفى بوشاشي شي بارك يا ربي اعاد الاعتبار يبكي غزل مقر مليح 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 السياسه يكسب سياسه دير بير هكا سياسه ساوني الشعب ما راه توالي نمدين اذى من بلي ستيفن سلاوي اللي حمل الدمور تنسان لا نولي بغانا تقد شان إوا كان أدر ستوغمات إوا كان ديال سلعة دي تمور تاقيا وإذا خرام يعني زينا عرور الثوران 54 يدينا بلي إذا قصيري دولة ديمقراطية دولة ديمقراطية أو عليك عليك أسف الله كذلك شرى يوهر البقر ويزكاد مكينيا ويزكاد ويا على حسب يعني للإرادة الشعبية دونك إجا كي قنطر تاقيا يعني الكونفيونس يزمر عادي نيغا أتسنى ماش كي ترز ساقي نقل قدنا الضبور يعني الحاجة يعني يمكن يتأكد عليهس بلي الجماعة كيما نعشر جوال يسفرح الجزائريين أما شكي بغي يضرب على البدند قرنس وقيلة تشيدز وقيلة ودي بكسد دير مصلحة تمول دونك ديجا أقدر نربح يعني ديجا أقدر نربح نبدا نسكس يعني ويسد مدن يعني اليأس اللي عيق لاني شورو لون حتى الإبلاء إن شاء الله هذه روح تمزور سي قنطر تاكي الكونفيونس يقرا قد نر غير لو بوزيسيون هذاك الشعب اما الفيكتي وين كاين انا ما كاين الدنيا يجي باش تدو تخاطر اي ما كي بنا الدار ماشي غير الشعب يربيع اما كني غير يربيع يصير لنا 54 فيكتي وين كاين ناقص روحو انت يعني من بعيد ونحصر ما كنا علي كرام الله وجهه اش مسك سنه نسم كي كي معاويه اشيد علي وانت ما وانت يعني شخصية عظيمة قامة كبيرة إن أسريد لا رأي لمن لا يطاع لكني تقولها أو يفاد كيف تيونا كيا إلى شعب سنتيغرير بيا كما ثنا ما حندار سقي فرد داك يعوز ربي كما كني نيثان مرثم قرطه في ثمو ولا كي غدف كيضي كفاينا الوقت ارثو فثاكما ثان مرثم قرطي كما ثنا حمو مرزوق انا ملوغ انا ولي ماني ان المذن ادي في كان الرئيس ثان مرثم قرطي كما ثنا فيصل مطاوي ذن غماز ديال الوطن ثان مرثم قرطي الاستاذ محمد رزقي فراد هو من قديم الجزائر كما ثنا حميد حميس انا غماز ناكديني ثان مرثم قرطي سي حميد في المشاركة مغلقي اسم اسماثين صحيت مد في كم ثم الزوث أو دنوني أرثوفاث والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.